أهلا بكم من جديد، ونبدأ نشرة من الشأن المحلي، حيث صدر عن سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تنظيم تراخيص نقل البضائع. وبناء على هذا القرار يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في نشاطي النقل الداخلي والدولي للبضائع العمل بأحكام هذا النظام وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور القرار بدءا من 24 من أغسطس لعام 2018. هذا ويأتي هذا القرار انسجاما مع توجهات وزارة المواصلات والاتصالات في تطوير وتنظيم أنشطة قطاع النقل البري. وقد أكدت المهندسة مريم جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تسهيل أمور أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الراغبة بمزاولة أي من أنشطة النقل البري المرخصة من قبلها. رجح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن يتعدى نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري 3.5%، منوها إلى أن قطاع المواصلات سيواصل دعم النمو إلى جانب قطاعات الصيرفة والسياحة. وقد أكد الرميحي في تصريحات صحفية أن قيادة قطاع الإنشاءات لعملية النمو الاقتصادي أمر إيجابي، متوقعا أن يكون قطاع الإنشاءات الدافع الأكبر للنمو طوال العام الجاري 2018، خصوصا مع اقتراب بدء عملية توسعة مصفات شركة نفط البحرين بابكو، إضافة إلى وجود مشروعات عقارية كبيرة مثل إنشاء برجين في منطقة خليج البحرين ومشاريع أخرى. كما أعلن الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية يخطط لتنظيم رحلة ترويجية للبحرين في الجمهورية الصينية في شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الرحلة ستتضمن المشاركة في معرض في مدينة شنغن وزيارة عدة مدن صينية. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بتراجع بنسبة 0.16% مقفلا عند مستوى 1340 نقطة، حيث شهدت التداولات اليوم انخفاض قطاعات الاستثمار والبنوك التجارية وأيضا الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,453,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 885,000 دينار تم تنفيذها من خلال 52 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 51% من التداولات. ننتقل الآن إلى باقي إغلاقات البورصات الخليجية التي أغلقت معظمها على تراجع في اللون الأحمر بسبب انخفاض أسعار النفط مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكي في الأسواق العالمية. نبدأ مع سوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.75% مقفلا عند مستوى 7635 نقطة، متأثرة بانخفاض غالبية مؤشرات البورصة السعودية بقيادة قطاعي المواد الأساسية وأيضا البنوك التجارية. نتحول لمؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.14% مقفلة عند مستوى 5329 نقطة، وذلك بتأثير من ضعف التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد انخفاضا كان الأكبر في تداولات اليوم بنسبة 1.17% مقفلا عند مستوى 4934 نقطة، بتأثير رئيسي من تراجع أسهم قطاعي البنوك وأيضا الاتصالات. فيما أقفلت سوق الإماراتية الأخرى سوق دبي المالي بتراجع بنسبة تزيد عن 18 نقطة مئوية مقفلا عند مستوى
2890 نقاط متأثرة بشكل رئيسي من تراجع أسهم العقارات وأيضا البنوك التجارية. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية وكان الرابح الوحيد في تداولة اليوم ارتفاعا بنسبة 0.99% مقفلا عند مستوى 4530 نقطة بتقدم كافة مؤشرات البورصة العمانية وبقيادة أسهم القطاع المالي. في الأثناء من المرتقب أن تقوم المملكة العربية السعودية بإصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي بحسب مصادر مطلعة لقناة العربية، وتشير التقديرات بأن تصل قيمة هذا الإصدار إلى 2 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أيضا أن يبلغ أجل الصكوك 11 عاما، ويعد هذا الإصدار الثاني من الصكوك الدولية للمملكة بعد إصدار في إبريل من العام الماضي بقيمة 9 مليارات دولار. يذكر أن الإصدارات الدولية للصكوك من السندات إن الإصدارات الدولية للسعودية من السندات والصكوك بلغت 50 مليار دولار منذ أن دخلت المملكة أسواق الدين العالمية في عام 2016. ونبقى أيضا في السعودية، حيث تجري شركة النفط أرامكو محادثات لشراء شركة نفط المتخصصة في محطات الوقود في المملكة كجزء من خطة لإطلاق عمليات التجزئة الخاصة بها في البلاد وفي إطار تنويع نشاطاتها. وبحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، فإن أرامكو مستمرة في محادثاتها بشأن إمكانية استحواذها على شركة تسهيلات للتسويق، وهي شركة سعودية أخرى تعمل في مجال الخدمات وتوزيع المحروقات بالمملكة. وأشارت المصادر أن أرامكو قد تفكر في شراء الشركتين ودمجهما أو شراء إحداهما، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن. أطلقت شركة الدار العقارية الإماراتية شركة جديدة وهي الدار للاستثمار، وتتولى هذه الشركة ملكية وإدارة بعض من أبرز الأصول العقارية في إمارة أبوظبي وبقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم. ومن الجدير بالذكر بأن شركة الدار للاستثمار حصلت على تصنيف BBBAA1 من قبل وكالة موديز، وهو أعلى تصنيف يمنح لشركة غير حكومية في المنطقة. هذا وسيتاح للشركة الوصول إلى رأس المال وفق شروط جيدة بمعزل عن الدار العقارية، كما أنها تعمل على إصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب. إلى مصر، حيث تم إصدار قرار بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة لترفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016، في حين خفضت الرسوم على بعض السلع الأخرى. وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من 13 من سبتمبر عام 2018 الجاري، وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ما عدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: شركة أبل تستعد لكشف النقاب عن أحدث منتجاتها في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية. توقع كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكزيت ميشيل بارنيه التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي خلال 6 إلى 8 أسابيع. وأضاف بارنيه أنه مع الأخذ في عين الاعتبار عملية التصديق من جهة مجلس العموم والبرلمان والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من جهة أخرى، فإن عليهم التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر نوفمبر. ويطمح المفاوضون في التوصل إلى اتفاق انسحاب قبل قمة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية المرتقبة في 18 من أكتوبر في بروكسل، أي خلال أقل من 6 أسابيع.
أعلن الاتحاد الأوروبي يوفا أن أندية مسابقات دوري الدرجة الأولى في أوروبا حققت أرباحا إجمالية للمرة الأولى منذ بدء رصد الأرباح المجمعة لها. وأظهر تحليل يوفا للأرقام المالية لإجمالي 718 ناديا بمسابقات دوري الدرجة الأولى في أوروبا أنها حققت أرباحا إجمالية بلغت 694 مليون دولار في عام 2017. وحرص يوفا على مقارنة الأرباح التي تحققت بالخسائر التي سجلتها الأندية في عام 2017 وقيمتها 1.7 مليار يورو، وذلك قبيل تنفيذ قواعد اللعب المالي النظيف التي تم فرضها مؤخرا. استأنف البنك المركزي الصيني ضخ الأموال في السوق من خلال عملية السوق المفتوحة، وذلك بعد توقف استمر 15 يوما بهدف دفع العوائد على السندات للانخفاض في ظل انكماش حجم السيولة في السوق. وقام المركزي بضخ 8.7 مليارات دولار من خلال اتفاقية إعادة الشراء العكسي، وأبقى معدل الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.5%. وستساهم هذه الأموال في التعويض عن تراجع السيولة التي سببتها زيادة الضرائب على الشركات وإصدار السندات الحكومية. يذكر أن هذه الخطوة تقوم بها البنوك المركزية لزيادة السيولة خلال الفترات التي تتراجع فيها مستويات النقد في السوق بهدف زيادة حجم الاستثمارات ودفع عجلة النمو. انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي لتبلغ 396 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 805 آلاف برميل بحسب معهد البترول الأمريكي. وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير التي شملت الديزل وزيت التدفئة ارتفعت بمقدار 5.8 مليون برميل، كما هبطت واردات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي بمقدار 731 ألف برميل يوميا لتبلغ 7.5 مليون برميل يوميا. قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه سيتم التوقيع على اتفاق تعاون طويل الأجل بين أوبيك والمنتجين المستقلين قبل بداية شهر ديسمبر المقبل، موضحا أن الشركات الروسية تستطيع زيادة إنتاج النفط من المستويات الحالية. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي أن اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده أوبيك سيطبق في شهر سبتمبر دون تغيير عن المستويات ذاتها التي طبقت لشهري أغسطس ويوليو. وارتفعت أسعار النفط العالمية ارتفاعا حادا متجاوزة 76 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية والتي جددتها أو ستجددها واشنطن في 4 نوفمبر. في الشأن ذاته أفادت وكالة بلومبرغ بأن إيران عادت إلى تخزين النفط في أسطول الناقلات التابعة لها في الخليج العربي مع اقتراب موعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي ستطال القطاع النفطي. واعتبرت الوكالة أن تراكم مخزونات النفط الإيرانية يظهر أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤتي ثمارها. ورصدت بلومبرغ استقرار 5 ناقلات نفط على الأقل قبالة السواحل الإيرانية خلال الأسبوعين الأخيرين. والآن نتابع مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي الخبر الأخير، وقبل قليل كشفت شركة أبل النقاب عن أحدث منتجات الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية بعد كل التسريبات والتكهنات والصور التي تم تسريبها عن أبل. ويعتبر هذا المنتج من أكبر هواتف آيفون وأعلاها سعرا كجزء من مجموعة تضم 3 طرازات جديدة
تهدف إلى توسيع جاذبية المنتج وسط تباطؤ نمو المبيعات، وتحوم معظم التسريبات حول جهاز آيفون الذي يشاع بأنه يفخر بجهاز أوليد أو بشاشة أوليد مقاس 6.5 بوصة مقارنة بشاشة تبلغ 5.8 بوصة بجهاز آيفون إكس حالياً. وعلى الرغم من أن آيفون إكس لم يحقق توقعات المحللين المرتفعة للمبيعات، إلا أنه حقق ما يكفي لشركة أبل لكي تراهن على النموذج الأكبر، والذي من المتوقع أن يكشف سعره في مؤتمرها بكاليفورنيا والذي تم قبل قليل.